السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده بإذن الله هعلمك ازاي تعرف تعمل ديكور في بيتك بقطعة كرتون وفرشة. بس هي دي كل الادوات اللي هستخدمها، قطعة كرتون وفرشة. هعلمك دلوقتي ازاي بتقصها كده. وبالنسبة للفرشة، عايز تستخدم فرشة استخدم، مش عايز تستخدم فرشة ممكن تستخدم الاسبراي. بس طبعا انا ما انصحكش بالاسبراي عشان ليه اضرار كتير، الفرشة احسن لك. لو هتستخدم الفرشة يبقى هتجيب معاها ربع كيلو لون او نص كيلو، هات اقل كمية عشان مش هتستخدم كتير، ومش شرط اللون اللي انا هشتغل بيه، هات اي لون انت عايزه. الاول هعرفك ازاي بتقص الكرتونه كده، وبعد كده نبدا في الشغل على طول. هتجيب قطعه كرتون وهترسم فيها مربع مقاسه 27 سنتي في 27 سنتي. بعد كده احنا عايزين نرسم مربع تاني جوه المربع ده، بس اصغر منه، اصغر منه بخمسة سنتي. عشان ترسم المربع ده بطريقة صحيحة لازم تعمل من كل ضلع تخصم من فوق خمسة سنتي ومن تحت خمسة سنتي. يعني هتيجي من عند الضلع اليمين ده وهتخصم من فوق خمسة سنتي ومن تحت خمسة سنتي. هتعمل في كل الاضلاع نفس النقطتين دول. بعد كده هتوصل النقط دي ببعضها، اللي بالعرض هتوصله بالعرض واللي بالطول هتوصله بالطول. كده احنا رسمنا مربع صغير اصغر من المربع الكبير ده بخمسة سنتي، تمام. بعد كده هتوصل الزاوية دي بالزاوية دي والزاوية دي بالزاوية دي. بعد كده هتحط نقطة في نص الضلع المربع الصغير ده بالظبط من على اليمين ومن على الشمال. هو كان كل المربع الكبير 27 سنتي، طبعا احنا خصمنا 5 من فوق و5 من تحت، يبقى ان هنا 17 سنتي، نص ال 17 سنتي 8 سنتي ونص، يبقى هتخصم من فوق من عند المربع الصغير ده 8 سنتي ونص من على اليمين ومن على الشمال. بعد كده هتجيب البرجل، البرجل بتاع ده انا لزقت لك فيه قلم في الماستر عشان يبان في الكاميرا، ان ممكن انت ممكن تشتغل بقلم رصاص عادي خالص، تمام. هتجيب البرجل وهتخلي السن بتاع البرجل عند نقطه التقاطع دي، وهتخلي القلم عند المربع الكبير من فوق خالص، وهترسم نص دايره كبيره كده في المربع الكبير ده. وبنفس فتحة البرجل كده ما تغيرهاش، هتخلي القلم عند النقطة اللي احنا عملناها في نص الضلع دي، وهتخلي سن البرجل عند الخط ده. انت لو حطيت القلم هنا كده عند النقطة ونزلت على الخط كده انت واقف صح كده، هتعمل ربع دايرة في المربع الصغير اللي جوه ده. من على اليمين ومن على الشمال برضو هتخلي القلم عند النقطة دي والبرجل عند الخط اللي احنا عملناه اللي هو بالزاوية ده، وهتعمل برضو ربع دايرة كده. بعد كده عايزين نعمل نقطتين كمان، النقطتين دول هيكونوا تحت النقطتين دول. شفت النقطتين اللي احنا عملناهم في نص الضلع بتاع المربع الصغير دول؟ هننزل تحتهم بخمسة سنتي، يعني هننزل تحت النقطة دي بخمسة سنتي وهنحط نقطة من على اليمين ومن على الشمال. بعد كده هتستخدم البرجل تاني، هتخلي برضو سن البرجل عند نقطة التقاطع اللي في النص بالظبط دي، وهتخلي القلم من فوق عند المربع الصغير المرة دي مش المربع الكبير، وهترسم نص دايرة في المربع الصغير. وبنفس فتحة البرجل كده برضو
هتخلي القلم عند النقطة دي، وبرضه هتخلي سن البرجل عند الخط ده، وهترسم برضه ربع دايرة بس في المربع الكبير مش الصغير، لحد ما توصل عند الدوران اللي انت كنت عامله من فوق، برضه من على اليمين ومن على الشمال. بعد كده هتجيب القطر او الموز او المقص او اي حاجه هتستخدمها، وتفرغ الجزء ده كده. يا ريت تقص الكرتونه بنفس الطريقه بتاعتي وبنفس المقاسات وبنفس كل حاجه، عشان اي تغيير حتى لو بسيط خالص في الكلام اللي انا عملته ده هيحصل معاك اخطاء وانت شغال. ركز معايا بقى، بعد ما تقص الشكل بعد ما تقص الاسطمبه بالشكل ده، هتجيب الجزء ده احنا مش هنستخدمه، بس هنستخدمه في حاجه دلوقتي هتنفعنا واحنا شغالين. هتخلي الخط ده ماشي مع الخط ده كده اهو، واخد بالك؟ يعني الخط اللي احنا كنا عاملينه بالعرض ده بالزاويه ده هتخليه ماشي مع الخط اللي هنا ده كده، تمام؟ تخليه ماشي بالظبط. بعد كده هتعلم علامة عند اول الاسطمبه من هنا، ومش شرط تتعلم من تحت، احنا بس عايزين العلامة اللي فوق دي، تمام؟ من الجنب التاني برضو، وتعلم علامة من فوق من عند اول الاسطمبة كده. من تحت بقى بص، تخلي برضو الخط من تحت ماشي مع الخط، تمام؟ اهو، وتعلم علامة من هنا كده من عند آخر الاسطمبة من تحت، برضو من على الشمال ومن على اليمين. الأربع نقاط اللي احنا عملناهم دول هنستخدمهم وهينفعونا في الشغل واحنا شغالين، وأعرفك هنستخدمهم ازاي. هي دي الاسطمبة اللي هنشتغل بيها. بعد كده هتجيب الكرتونة وهتجيب اللون وهتجيب الفرشة وهتبتدي في الشغل على طول، وهتبتدي من أي مكان في الجنب. بس خد بالك، أهم حاجة عايزك تاخد بالك منها إن أول كرتونة تكون مظبوطة على الحيط، يعني ما تكونش مايلة منك شمال كده أو يمين، عشان أول كرتونة أو أول اسطمبة لو عملتها مايلة كده الجنب كله هيطلع معاك مايل. فأنت ركز في أول اسطمبة دي، حاول تخليها مظبوطة بقدر الإمكان، مش مايلة شمال ولا يمين. دي كانت اول واحده. طيب هتكمل باقي الجنب ازاي؟ فاكر الاربع نقط اللي انا قلت لك اعلمهم عشان هنستخدمهم في الشغل؟ بص يا سيدي، مثلا انت عايز تشتغل من فوق، مثلا هو انت ينفع تشتغل في اي مكان، هنا هنا تحت فوق اي مكان، بس مثلا انت عايز تشتغل من فوق. بص، هتخلي النقطه دي عند اول الخط اللي هو بتاع الاسطمبه اللي انت عملتها ده. بص كده انت ظابط الكرتونه بنسبه 100%، تقدر تشتغل. طيب لو عايز تشتغل من تحت، بص، لو عايز تشتغل من تحت هتخلي النقطة اللي فوق عند أول الكرتونة دي من فوق، بص، عند أول الاسطمبة دي. حاول تخلي معاك حتة قماشة زي دي وانت شغال عشان تمسح بيها ظهر الكرتونة وانت شغال. كده انت تقدر تشتغل من على اليمين ومن على الشمال ومن فوق ومن تحت ومن اي مكان. عايز تشتغل من على اليمين برضو هتخلي النقطة دي عند اول الاسطمبة دي من هنا كده. ما تنساش لو الفكرة عجبتك او لو الفيديو عجبك او لو عايز تشوف فيديوهات تانية او ديكورات تانية سهلة وبسيطة، تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تقدر توصلك الحاجات الجديدة.
الخطوه دي للناس اللي عندهم لون الجنب اللي هم شغالين عليه، اللون بتاع الجنب الاساسي اللي انت شغال عليه لو انت محتفظ بيه، سواء بقى حضرتك عامل او مش عامل تقدر تعمل الخطوه دي. الخطوه دي خطوه الفينش، بتصلح فيها اي اخطاء تقابلك او اي شراشيب حصلت من الكرتونه. حضرتك بقى لو ما عندكش اللون الاساسي بتاع الجنب اللي انت شغال عليه، يبقى هتنظف الكرتونه كويس وانت شغال، وتحاول على قد ما تقدر تتجنب اي اخطاء. كده خلص الفيديو. لو في عندك اي سؤال هتلاقي لينك الفيس ورقم الواتس بتاعي في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. نشوفك الفيديو التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.